السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات التمريض النفسي والصحة العقلية. معاكم الدكتورة هنية شعبان، مدرس مساعد التمريض النفسي والصحة العقلية. النهاردة هنتكلم عن السكيلز بتاعتنا، اسمها limit setting or how to set a limit with psychiatric patient. فعنوان محاضرتنا النهاردة limit setting as a therapeutic tool. زي ما تعودنا قبل كل محاضرة بنعرف ايه الـ objective بتاعتنا. Objectives: define limit setting, identify purpose of limit setting, identify types of behavior needing limits, identify steps used in setting limits. Introduction: limit setting in mental health refers to wide range of approaches for regulating patients' behavior. Setting limits isn't about telling someone what to do. It's acknowledging the patient may not be able to see the consequence of his or her behavior and assisting find an appropriate way of behaving. يعني أنا النهاردة بتعامل مع psychiatric patient. يعني إيه set limit for psychiatric patient؟ على فكرة هو السيت ليميت ممكن أنا بعمله مع أي حد. لو أنا جنبي واحد زميلي قاعد جنبي بعمل سيت ليميت مع ابني، تمام، يبقى أنا السيت ليميتينج أو ليميتينج السيت ده مش بستخدمه بس مع المريض النفسي. ومش معنى إن أنا بقول ليميت سيتينج يبقى أنا بقول له لا ده صح وده غلط، أنا هنا بكون جادجمنتال. نو، سيتينج ليميت is about feeling someone what to do. انا بقول لك انت البيهيفير بتاعك ده ان اكسبتد وانا عايزاه يكون اكسبتد بيهيفير. طيب effective limited setting is part of therapeutic relationship that all staff should develop with patient in their care. يعني هي مهمة الستاف كله وهي جزء مهم جدا من therapeutic relationship with the patient. Limit setting allow boundaries of the therapeutic relationship to be established and provide patient with clear understanding of what is and isn't acceptable behavior. زي ما قلنا ايه هو الـ acceptable behavior ده وايه هو الـ unaccepted behavior، وبناء عليه هعرف what the consequences of their action will be. مش دايما اتوقع ان كل الـ behavior تكون accepted or within normal. No, there is no acceptable behavior. ممكن يكون أنا بتقبل الشخص ده as he is. مش معنى أن أتقبله as he is يبقى أنا أتقبل ال unacceptable behavior. طبعا احنا خدنا في محاضرة ال principles أن accept patient as he is أو accept him as a human. لأن مش لازم دايما كل البيهيفير بتاع السايكاتريك بيشنت ده يكون اكسبتبل. فانا هنا دوري ان انا بحاول ان انا اغير الان اكسبتبل بيهيفير ده لاكسبتد بيهيفير. طيب ما احنا اخدنا في محاضره البرنسبلز يا دكتوره ان احنا لازم اكسبت البيشنت از هي از. اوكي، اكسبت البيشنت از هي از ان انا اتقبله كانسان بغض النظر بقى عن الكالتشر بتاعته، طبيعة المرض. مش معنى ذلك ان كل بيهيفير هيعمله اتقبله واقول لا ده مريض، في حاجات لازم احط لها ليميتس. اوكي انا بتقبلك انت كانسان لكن السلوك ده غير مقبول وانا رافضاه تماما. تمام، نفترض مثلا ان احنا عندنا مريض النفسي بتاعنا عنده aggressive behavior، فال aggressive behavior ده unacceptable behavior بالنسبة للناس كلها. okay، ممكن يكون ال aggressive behavior ده جاي نتيجة hallucination أو جاي نتيجة delusion. hallucination بتقول له قوم كسر واضرب أحمد واضرب علي ومش عارفة إيه. okay، فهو هنا بدأ بيستخدم aggressive behavior. فأنا أقول لأ، أنا عشان accepted patient لا خلاص هنعدي القصة دي، أصل هو مريض وأنا عارفة إن دي الأعراض بتاعته فهو غصب عنه. نو، أنا هنا بعمل set limit
اه انا عارفة ان دي من الاعراض بتاعتك يا احمد، بس ما ينفعش تعمل كده وتتعامل بهذا السلوك. فانا لما هعمل سيت للليمت مع البيشنت هساعده ان هو ميك ا جود ريليشن شيب، بعد ما كان الناس كلها بتخاف من احمد والناس كلها ما بتتكلمش مع احمد عشان بيقعد يضرب ويكسر. فهو هنا لما هغير الان اكسبتبل بيهيفير ده لاكسبتبل بيهيفير هيبدأ الشخص ده يعمل جود ريليشن with others. Provide security، حاجة مهمة جدا، أنا بحافظ على السيكيورتي سواء بقى للمكان سواء للبيشنت. Decrease patient anxiety، طبعا مش كل ال unacceptable behavior بتخلي البيشنت relax، no it's make him more anxious. Provide reality contact between person and the environment، بتحاول ان انت تجيبه هنا في reality. Learn a new behavior، بتعلم new behavior بعد ما كان ال aggressive behavior ده او ال unacceptable behavior هو الحاجة اللي هو متعود عليها، انا بعلمه هنا new behavior او acceptable behavior، كمان بزود ال self-esteem بتاع الشخص ده. Types of behavior needing and put in priority، ايه هي بقى الحاجات اللي انا بقول عليها اعمل set للليمت، اعمل limit setting للمريض؟ اول حاجة destructive behavior، زي ما قلنا من شوية ان البيشنت ده aggressive، destructive اللي هو يعني معناها مدمر، ففي destructive behavior هنا بيكون aggressive سواء بقى toward himself or toward others. فdestructive behavior is perfectly apparent that homicidal, suicidal and all form of physical destructive behavior. Number two, disorganized behavior، بيكون اكتر مع schizophrenic patient لو schizophrenic patient عنده bizarre behavior or bizarre thinking. This category include all those example of incoherent bizarre thinking and acting are hallmark of psychotic disorganization. يبقى احنا هنا بنقول ايه هي البيهيفيرز اللي انا بقول لا دي ما تنفعش، انا مش هقدر ان انا اتقبل البيهيفير ده. يبقى عندنا نمبر 1 destructive behavior، نمبر 2 disorganized behavior، نمبر 3 deviant behavior. deviant behavior معناها indirect expression of feeling through behavior usually non-verbal that attract attention of others. بعد كده عندنا withdrawal behavior. withdrawal behavior when patient has severe guilt feeling helplessness individual، دي اكتر بنشوفها مع مريض depression. قلنا مريض depression ده بيكون عنده feeling of guilt feeling of self blame، اوكي، فبيبقى عنده helplessness وhopelessness worthlessness، يعني هو ما عندوش امل في بكره وحاسس ان هو ما بقاش له قيمه وما بقاش له حد، become helplessness. نمبر 5 manipulative behavior. manipulative behavior ده it's processed by one person influence another to function according to his needs without regarding to other person need. الفيربال والنون فيربال ان انا بقول له لا يا احمد انا بتقبلك كانسان وانا بحترم ان دي حاجه من ضمن الاعراض بتاعه مرضك، بس مش هقدر ان انا اتقبل البيهيفير بتاعك ده. فهنا انا بوجهها له بطريقه فيربال كومنتس. طيب نمبر 2 فيزيكال. فيزيكال ده ان انا ببدا اعمل سيت للليمت بطريقه فيزيكال، لو هو ديستراكتيف وعمال يكسر ويضرب ويشتم فانا ببدا ان انا طبعا الفيربال ما نفعش معاه او النون فيربال ما نفعش معاه، ببدا استخدم تايب 2 اللي هو الفيزيكال، وده عن طريق ان انا بعمل ريسترين للمريض وهناخده كسكيل منفصل لوحده. بعد كده الفارماكولوجيكال اور كيميكال، ببدا ان انا بقى ادي مهدئات، ادي حاجات تقلل السيمتومز اللي ظهر عليه. او نمبر 4 ايزوليشن، ان انا اعمل له سيكلوجن او ان انا احطه في سيكلوجن روم، وبمعنى ان انا بعزله بعيد عن اليونت، بيقعد في اوضه لوحده والاوضه دي بيكون ليها كاركتر معينه، وبرده دي هناخدها في محاضره لوحدها ان شاء الله. بعد كده عندنا steps and techniques in setting limit.
أول حاجة identify problematic behavior at need for limit. أنا دلوقتي عشان أبدأ إن أنا أحط بلان لحاجة معينة لازم أكون عارفة أو عاملة assessment للبروبلم كويس. فأول حاجة بعمل identify للproblematic behavior عن طريق إن أنا النيرس دي بتبدأ إن هي تعمل understand the problem situation should be realistic and meaningful. كمان النيرس should be able to evaluate the situation and recognize the need so that effective limit could be established. يبقى لازم أول حاجة limit setting by nurse لازم يكون based on knowledge and understand the problem. Number two, لازم تكون قادرة إن هي تعمل evaluate for the situation and recognize the need for setting the limit. Number two, communicate expected behavior. Always communicate with patient, whether based on good communicational skills or nonverbal motion, to make the patient realize their expected behavior limits. Limits should not be presented as a punishment. زي ما قلنا إن هي non-punitive و-non-judgmental. يعني أنا مش بستخدمها عشان إن أنا بعاقب المريض. It should be clarified to him before negative consequences are applied. Number three, guidelines for effectively using limits. أول حاجة state limit. Clearly, directly and simply statement are told to the patient. يعني ببدأ إن أنا أقول للمريض الستيتمنت بطريقة clear ودايركت وسيمبل. انا مش بستخدم مش بقول لك كده عشان انا بعاقبك او ان انا جادجمنتال. احنا قلنا ان انا بكون نون جادجمنتال ونون بانيتيف. يبقى انا بستخدم الستيتمنت بصوره كلير زي ما احنا قلنا من شويه. انا بتقبلك كانسان بس البيهيفير ده انا مش هقدر اتقبله. The limit is stated clearly as a statement of fact and isn't presented as advice or punishment. يعني ما اقولوش ايه تعالى كده اقول لك يا احمد انا انصحك نصيحة لوجه الله، ما عدتش تكسر وتضرب وما عدتش تعمل حاجة وحشة في حد. انا كده بقولها له بصورة نصيحة. طيب وما اجيش اقول له تعالى انت عشان ضربت زميلك انا هحبسك النهاردة ومش هديك وجبة الغداء. انا كده بستخدمها كبانشمنت. يبقى انا المفروض بستخدم او الستيتمنت اللي انا هقولها للمريض تكون كلير ودايركت وسيمبلي. The consequences should be simple and direct as the limit. It should immediately follow the client exceeding the limit and shouldn't be used consistently each time and should be matched to the interests and desire of the patient. يعني أنا بكون الست ليميت ده لازم تكون في وقتها أو إن أنا ببدأها immediately بعد الموقف اللي المريض ده هيعمله. اوكي يعني انا شايفاه ان هو بيكسر ما استناش لحد بكره اقول له اه تعالى بقى انت كنت امبارح بتكسر وبتضرب فانا ايه اعمل لك ليميت سيتنج النهارده او اعمل لك سيتنج ليميتس النهارده. Help the patient understand the reason for limit. لازم يكون المريض عارف ان ليه انا البيهيفير بتاعي ده unacceptable وانت عايزاه يكون acceptable. يبقى tell the clear, simple, concrete understanding to the patient of the situation needs and ability. Patient will be less likely to misinterpret the nurse's motives and understanding. هو هيكون مش قادر ان هو يعمل interpretation للموتيف بتاعتي او هو عايز يعرف انت ليه عايزه تغيري ال unacceptable behavior ده. فانا لازم اكون موضحه له بطريقه simple وبطريقه clear ان ده unacceptable behavior وانا مش هقدر اتقبله ولازم ان احنا نغير ال unacceptable ده ل acceptable behavior. Enforce the limit.
طبعا لازم اعمل enforce للليمت. Realistically the limit must be enforced on put into practice failing to follow the limit another action to be initiated. Help the patient verbalize his feeling about the limit. Patient must be allowed to express his or her feeling about the limit so that the patient will be better evaluate reality and judge rational control. طبعا انا لما هخلي هعمل هسمح للشخص ان هو verbalize his feeling طبعا هيقدر الشخص ده هيبقى عنده better evaluate للreality and judge للrational control. بعد كده عندنا evaluate the limit. The effectiveness of the limit should be evaluated by the nurse. طبعا زي احنا بدأنا البلان من اولها بدأنا نشوف ايه هي البروبلم زي ما كنا كده بنبدأ اي بروبلم نعمل لها assessment. يبقى اخر نقطة عندنا هي الايفالويشن. يبقى the effectiveness of limit should be evaluated by the nurse. Effective limit should be placed in place for better secure behavior, communication and rational thinking.